اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. معكم انا علاء اليوم وفي هذه الليله ومن خلال هذا اللقاء المباشر كما عودناكم كنناقشوا مواضيع اللي كتقاسموا معنا فيها الاراء ديالكم. موضوعنا لهذا البث هذا هو شنو رايكم في الفنانين اللي ولاو كيتاجوا لليوتيوب، يعني ولاو عندهم قنوات في اليوتيوب ولاو كيبارطاجيو حياتهم الخاصه مع الناس. يعني غادي نناقشوا معكم شنو رايكم في مجموعه من الفنانين اللي ولاو كيبارطاجيو حياتهم الخاصه عبر قنوات اليوتيوب، ولاو تما كيتقاسموا روتينهم اليومي مع الناس. فمجموعه من الفنانين دابا وظل هذه الازمه ديال الكورونا تاجوا اليوتيوب، منهم الفنانه هند صدقي، الفنانه سكينه درابيل، بزاف ديال الفنانين اللي تاجوا هذه القضيه. لا غير ضربني شويه ديال البرد اختي على مدى ما كان. الوغ كيف ما شفتوا شنو رايكم في هاد الفنانين؟ تقاسموا معنا الاراء ديالكم. وعليكم السلام حنان، بصرة خير، اخبارك اختي؟ خويا جمال سعيد ندير تحياتي لك اخويا، تحياتي لك حنان. وعليكم السلام اختي مروه، فعلا بزاف الفنانه ولاو كيديروا روتين اليومي. روتين اليومي هي واحد الكلمه اللي اليوم دابا ولات كنسمعوها كدير لينا كتخلينا نفكروا في الحوايج خايبين. هو عامه الروتين هو داك المراحل اللي كيقضيهم الناس في النهار ديالهم، يعني كيفاش كدوز النهار، هذا هو ما يسمى بالروتين. سلوى كتقول لي تخربيقه هذا الروتين اليومي، علاش ولينا كنقولو تخربيق هاد الروتين اليومي؟ لأنه ولينا كنربطوه مع حوايج خايبين، يعني كنسمعو روتيني كنقولو راه فيه إيحاءات، فيه حوايج خايبين، داكشي علاش ولات كلمة روتين أوتوماتيكمون دماغك كيمشي لحاجة أخرى. هذا ما كان شهوب المغرب صحابات روتيني اليومي، فحنا كنهضرو على هاد الروتين الخايب، الروتين اللي كيبينو فيه الأجساد ديالهم، كيلبسو فيه حوايج ماشي محترمين، هذا هو اللي كيخلي كلمة روتين ولات مرتبطة بحوايج خايبة. سلوى كتقول هادو ماشي فنانين. شوف كاينين فنانين كيقدمو محتوى زوين بحال الممثلة هدى صدقي اللي كانت في عنبرو ياقوت، إلا عقلتو عليها عرفتو هاديك حبيقة، اللي لعبات الدور ديال الحبيقة هدى صدقي، عرفناها مغربية معروفة تبارك الله، لا عندها قناة في اليوتيوب كتقدم محتوى زوين، كدير وصفات كتبارطالي، المهم محتوى هادف، محتوى اللي عنده جمهوره، محتوى اللي كيحترم المشاهد المغربي. حنا كنناقشو بعضنا اللي ولاو كيديرو، كاين اللي كيقول لك الفنانين، انا فاش كتعرفوا انا كان في حواراتي مع الفنانين ملي كتسولو على الروتين اليومي كيقول لك خيب، كاين اللي يقول لك راه حنا ما تنخدموش، راه حنا ما خدامينش، حقا خصنا نخليو التواصل مع الجمهور، يعني كل واحد كيلقى له التبرير اللي كيناسبو. ويا خويا محسن الرجاوي فهمتك شنو غادي تقول، فين رديتي البال؟ ولينا كن روتيني صافي كنفهمو انه كاينه شي حاجه خايبه، كاينه شي حاجه ماشي هاديك، وهذا راه مشكل كبير. الله يدير ثوي ديال الخير. سلوى تحياتي ليك محسن خويا سلوى، ضربني شويه البرد، واش بينا انا الدراله مع البرد ديال البارح صبات عليا واحد شويه الحته في الليل هي اللي خلات البرد ضربني بحال هكا، ما عرفتش كيبان ليكم انا ضربني البرد، كتسمعوا بغيت نقول ضربني شويه ديال البرد، ولكن انا كنظن ان الصوت ديالي مميز، يعني تعرفوا واخا يكون ضربني. نقرا سلوى قالت لينا بيني وبينك واش الروتين اليومي هو واحد
تورى لينا في اللايف وتورينا الملابس الداخليه. لا هذا ماشي، لا لا لا، هادو ماشي فنانين اللي كيديروا هاد القضيه هادي. وحنا كنناقشوا موضوع الفنانين. مارت يا ناقصه. شوف كي كنتي فنان كيما كنتي فنان بصراحه اختي زروه، كي كنتي فنان كيما كنتي فنان ناقصه، ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى بصراحه. لانه دابا هما ديك الفكره كتقول لك الا درت هكاك راه غنجيب لجبهه المشاهده اكثر، ما عرفتش. واخا نرجع ليك احلام كتقول راه هو باش عايشين، خصوصا دابا كلشي زاد. اكيد انه بزاف الناس ولاو كيعيشوا من اليوتيوب دابا، بزاف ديال الفنانه كيعيشوا من اليوتيوب. الله يحفظك اختي سلوى، الله يكبر بيك. الله يحفظك خويا سليم عبدو، الله يكبر بيك، الله يعطيك الخير اخويا. ولو شي حويج زعما الله يديم خلق، الله يديم خلق. لا محسن، لا محسن ماشي العامل ديال الفن. محسن ما بغيتش نقرا الكومونتير ديالك لانه في واحد الكلمه ما جويناش، انا ما استعجبنيش، ولكن المهم ماشي بالضروره العمر هو اللي كيخلي بنادم يدير هكاك. لا ما جا العمر اخويا، ايوب كيقول لي راي اخر، كيقول لنا الله يسهل على اي واحد لا فرق الريوصه. فكاين فعلا الاذواق، ما نقول لك كل كيدير اللي بان ليه، حتى نقصوا في الظاهره. اما في الاول والاخر اي واحد كيدير الحوايج اللي كيناسبوه، فهمتينا اخويا ايوب؟ فكل كيدير اللي كيناسبوه. اكيد حنا غير تناقشوا اراء الناس في هذه القضيه. لا مرحبا خويا محسن، مرحبا مريم، تحياتي ليك، مرحبا بك اختي. شكرا سلوى، خويا عبدو سليم تحياتي ليك. محسن لا خويا ما كاين لا لا ولا، مرحبا بك، مرحبا بك اخويا علاء. واش انت اللي درتي حوار مع سعيده فكري؟ هي بزاف ديال الحوارات مع بزاف ديال الفنانين. الله يكبر بيك سلوى، كتقول الله يهديهم. اللهم امين، اللهم امين اختي سلوى، تحياتي ليك. محسن بشرة خير تحياتي ليك، جمال تحياتي ليك خويا. اشرف المسعيد، اشرف المسعيد سبحان الله، ما تنقرش سميت كوريكت لانه ما فيهم لي سيمبول ما كيبانلوش بحال ايوب. انا عارفه راه في ايوب من تا كاتب نفرق، والله يديم خلق. راه ولاو شي حوايج كنشوفوهم اللي كيضروا في الخاطر صراحه، لانه كنشوف واحد كيدير. المهم الفنان خصو يحافظ على القيمه، انا رايي الخاص هذا باش نكون واضح، الفنان لازم يحافظ على المال ديالو لانه عنده دي فان. اللي ما بغيناش كاع نقولوا فان، عنده ناس اللي كيتبعوه، عنده جمهور اللي خصو يحترمو في اي حاجه بغى يدير. الفنان ما كيبقاش ملك راسو، راه الكلمه ملي كتخرج من فمك وانت يا مسؤول راه ما كتبقى ديالك، راه كتولي ديال الجمهور. فالواحد خصو يعرف شنو كيقول وكيفاش كيبريزونتي راسو وكيفاش كيسوق الصوره ديالو. فكل ما احترمتي راسك واحترمتي جمهورك كيحترمك. محسن الرجوي يا اخويا كازا كازا. سلوى اللهم امين، اللهم امين اختي سلوى. فانا كنهضروا على الاحترام للفنان، فاكيد الفنان لازم يحترم الجمهور ديالو. تبارك الله عندنا فنانين مغاربه اللي محترمين اللي كيقدموا محتوى هادف، حنا ما يمكنناش نعمو. كاين فنانين دابا اللي اتجهوا اليوتيوب الحمد لله غادي مزيانين، غادي مزيانين. كتدخل وكتشوف محتوى هادف ولوين ما فيه باس. هاي دير سويل ديال الخير. اللهم امين، اللهم امين خويا سليم تحياتي ليك.
اذا المشاهدين كرام بالجمال الناس اللي يلاه التحقوا في اللايف كنقول لهم النقاش ديالنا حول بعض الفنانين اللي ولاو كيتاجهوا اليوتيوب وكيبارطاجيو روتينهم اليومي مع الناس ومع المتتبعين ديالهم. مرحبا اخويا محسن الرجاوي، تحية كبيرة ليك. سنة اخويا من كازا سوا. اذا المشاهدين الكرام او مستمعينا الكرام، لانه دابا نتوما ما كتلفونيش، نتوما مستمعين الان، مستمعينا الكرام، موضوعنا النقاش. مرحبا بارائكم، مرحبا بتعليقاتكم. الناس اللي دابا داخلين اللايف ما فيه باش تبارطاجيو معنا الراي ديالكم. انا كنحاول نقرا كاع لي كومونتير باش هكا نتبادلوا الاراء ونتبادلوا وجهات النظر. إذا المشاهدين الكرام نرجع نقرأ لكم الكومنتير ديالكم. ليلول بابا تحياتي ليك. أشرف شكرا خويا، مرحبا بتعليقاتكم. أنا كنحاول نقرأ كاع لي كومنتير. وعليكم السلام الحاج محمد مهراد، تحياتي ليك الحاج محمد مهراد. وعليكم السلام سلوى، شكرا لك اختي مره اخرى. ميرسي اخويا، ميرسي انور. فدوى كتقول لينا بالصح، ولينا كنشوفو شي حوايج نحشمو ونقولو راهم فنانين. شوف الفنان راه كنرجع وكنقولها، راه هو اللي كيحترم الجمهور ديالو. راه كل ما قلت لك احترمتي جمهورك كل ما كيقدرك وكيحطك في هاد المثابه صاكخي، لانه خاصك تحترم جمهورك، خاصك تقدر. انت اللي مشيتي اليوتيوب راه ماشي عيب. ماشي عيب، ماشي عيب، ولكن خصنا نقدمو محتوى هادف. بلاكس خدمتي على راسك في اليوتيوب الله يسهل ليك، تاوي يقدر تضمن بيه. كاين اللي كيديرو باش يبقى غير اون كونتاكت مع البيبليك ديالو، كاين اللي كيديرو على الربح المادي، كل شنو الفكرة على داخل اليوتيوب. ولكن خصو يدير في عقلو انه يخدم محتوى هادف. كي كنتي فنان كيما كنتي الفنان، خصك تخدم واحد الكونتوني اللي كنحترم فيه وكتراعي فيه معايير الجودة. يعني جمهورك، الناس اللي كيبغيوك، الناس اللي كيتبعوك، الناس اللي ما كيعرفوكش باغي يدخلوا، غاديين يدخلوا لهاديك لا فيديو غير باغالاغ. فخصك هنا دير بزاف قدام عينك، بزاف ديال لي كاركتر وانت كتعامل في اليوتيوب. وعليكم السلام خويا نور الدين محمد، تحياتي ليك. ربيع السلام عليكم، السلام عليكم، بخير اخويا. اللهم لك الحمد اخويا ربيع، الله يكبر بك. اخيرا سوق الجملة الفواكه غادي يتحول للرباط، ما عرفتش شنو قال لك تهضر لي الحال، ما عرفتش علاش كتهضر. تحياتي لكم، شكرا للناس اللي متبعين معنا اللايف واللي باقيين مواصلين معنا وكيكتبوا لي كومونتير، لانه انا كنحاول نكتب كاع كاع ونقرا كاع لي كومونتير اللي مكتوبين. ميرسي خويا، شكرا بزاف. مروه شكرا، انور، فؤاد حياتي ليك، شكرا لكم على هاد لي كومونتير زوينين. السلام عليكم ربيع، اخبارك اخويا نور الدين على خير، وماركانيا.
تحياتي لك خويا الكريم من تهلا، تحياتي لك خويا امين، الله يكبر بك، شكرا لك اخي الكريم، مرحبا بك وشكرا على اللقاء التواصلي. شكرا لكم نتوما على تفاعلكم وحبكم ولي كومونتير زوينين ديالكم، مرحبا بكم، مرحبا بالناس، يلا التحقوا باللايف. موضوعنا للنقاش، شنو رايكم في بعض الفنانين اللي اتجهوا اليوتيوب باش يوليو بارطاجيو الحياه الخاصه ديالهم وروتينهم اليومي مع لي فان ديالهم؟ وعليكم السلام اختي مروه، مرحبا بك، مرحبا بك انور، مرحبا بك فؤاد، مرحبا بك علاء، شكرا لك. فيصل خويا تبارك الله على سي علاء، وخلاص الله يكبر بك اخويا فيصل، الله يعطيك الخير، شكرا لك، شكرا على الكومنتار اللوين، الله يعطيك الخير. تحياتي نور الدين، تحياتي الحال محمد، محسن، سلوى، ايوب، احلام، موضوعنا النقاش هما الفنانين اللي ولاو كيخرجوا حياتهم الخاصه لليوتيوب، ولتو مع او ضد القضيه هذه. كاين اللي كيشوف انه كيبغي يبقى على تواصل دائم مع لي فان ديالو، كاين اللي كيشوفوا ان اليوتيوب هو مصدر الرزق ديالهم في ظل هذه الازمه ديال كورونا. فاطمه السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم لاله فاطمه بطراني، فاطمه تحياتي لك. يزيل الخميس، الخصيم، السلام عليكم خويا ابراهيم، ابراهيم سلك، تحياتي ليك خويا ابراهيم، شكرا ياسين، فاطمة الزهراء، مرحبا بكم كاملين، ادريس رباطي، مرحبا بك، نورتونا، شكرا لتفاعلكم. دريس رباطي شكرا خويا على اختك، اللهم لك الحمد. شكرا فاطمة، انور، فؤاد، خديلة، ياسين، محمد امين، شكرا لكم كاملين. سيمو خويا اخبارك مزيان على خير؟ انور اذا موضوعنا كما قلت لك، بعض الناس كيشوفوا انه عادي الفنان يبارطاجي الحياه الخاصه ديالهم، كاين بعض الناس في لي كومونتير اللي شافوا لانه الفنان لازم يحترم جمهوره ولا غير يقدم واحد المحتوى، لازم يكون محتوى هادف. ادريس رباطي شكرا لك انت، سلام. هو الموضوع مغربين واحمد، الموضوع ديالنا هو شنو رايك الفنانين اللي كيتجهوا نحو اليوتيوب ولاو كيبارطاجيو الحياه الخاصه ديالهم مع المتتبعين ديالهم، يعني كيبارطاجيو روتينهم اليومي، شنو رايك في هاد القضيه هادي؟ تحياتي ليك حمزة، أغلى علاء، دائما في القمة، أتمنى لك التوفيق والنجاح صديقي. شكرا بزاف حمزة الحسيني، تحياتي ليك حمزة الصحفي المجتهد، تحياتي ليك، فرحان بزاف أنك تكون معايا في اللايف، الله يكبر بك أخويا حمزة، الله يعطيك الخير وتنسى، الله يكمل عليك بالخير يا رب.
إذا المشاهدين الكرام تاعنا ما بقى لي غير نقول لكم اللايف ديالنا وصل النهايه ديالو، كنضرب لكم موعد جديد في لايف اخر ان شاء الله، في حوار ونقاش اخر وموضوع اخر اللي تبغيو نتبادلوا فيه وجهات نظر ونتبادلوا الاراء والخبرات. شكرا لكم على وفائكم مع اللقاء الساهر اللي كنضرب لكم موعد من خلاله كل ليله معكم علاء. تلاقوا ان شاء الله في الخير، والله يفرجها يا ربي، والله يرفع لنا هذا الوباء والبلاء ويرحمنا ويحفظنا يا رب. شكرا للناس كاملين اللي تفاعلت معنا في هذا اللايف، شكرا على لي كومونتير الزوينين ديالكم. تلاقاو في الخير ان شاء الله. السلام عليكم.